وزراء داخلية أوروبا يتفقون على تسريع إجراءات اللجوء والترحيل. النمسا تعلن عن مكافأة المناخ لهذا العام وتحدد قيمتها حسب مكان الإقامة. المفوضية الأوروبية: النمسا تواجه تحديات في إعادة تدوير نفاياتها. دراسة بحثية تحذر من أن ثلث مرضى السكري بالنمسا لا يتلقون العلاج. المستشار النمساوي يظهر في مقطع فيديو وهو يرقص على أنغام الدي جي. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. توصل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قواعد لجوء أكثر صرامة بعد مفاوضات طويلة. ويهدف الاتفاق إلى تسهيل اتخاذ قرارات سريعة بشأن طلبات اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد، بحيث يتم ترحيل الذين لا يحق لهم البقاء بشكل أسرع. كما يطلب من الدول التي لا تستقبل اللاجئين دفع تعويضات للدول التي تستقبلهم، وسينتقل اللاجئون إلى مراكز استقبال تشبه السجون. ومن المتوقع أن يتم اعتماد الاتفاق هذا العام بعد عرضه على البرلمان الأوروبي. Sollten wir heute scheitern oder in den nächsten 14 Tagen, dann ist es ein falsches Signal, das würde zu nationaler Abschottung führen. Das will ich nicht. Ich möchte die Grenzen offen halten. Ich möchte, dass wir ein gemeinsames europäisches Verständnis von Menschenrechtsstandards haben, auch an allen Außengrenzen. Deshalb ist es wichtig, dass wir zu einem gemeinsamen Kompromiss kommen. Also es ist kein Streitpunkt, weil wir eine gemeinsame Position als Ampel haben. Deswegen wundere ich mich über manche Diskussionen, die es dieser Tage gibt. Wir haben uns auf eine Position geeinigt. In dieser Position trete ich heute hier an. Nochmal für hohe Menschenrechtsstandards und für den Schutz der Kinder. أعلنت وزارة المناخ والمالية مكافأة المناخ لهذا العام بعد حسابها وفق مكان الإقامة في النمسا، وتتراوح قيمتها ما بين 110 إلى 220 يورو ابتداء من سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم صرف المكافأة تلقائيا دون تقديم أي طلب، وستتحول مباشرة إلى الحسابات المصرفية مع تسليم قسائم بريدية إلى الذين لا يتوفر لهم معلومات مصرفية. وتعتمد قيمة المكافأة على جودة وسائل النقل العام والبنية التحتية التي في المنطقة، وتهدف المكافأة إلى التشجيع على السلوك الصديق للبيئة، وتعتبر جزءاً من الإصلاح الضريبي البيئي. وفي تقرير صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، تواجه النمسا تحدياً في إعادة تدوير العبوات البلاستيكية على الرغم من كونها بلداً نموذجياً بشكل عام. تهدف النمسا كجزء من انتقالها إلى الاقتصاد الدائري إلى إعادة تدوير 55% من النفايات بحلول عام 2025، وعلى الرغم من أنها حققت معدل إعادة تدوير يبلغ 62% في عام 2020، فإن معدل إعادة التدوير للعبوات البلاستيكية لا يزال دون الأهداف المحددة، مع معدل حرق للنفايات المنزلية يفوق المتوسط الأوروبي. وفي المقابل فإن نسبة دفن النفايات تعد أقل من الهدف الأوروبي. أظهرت دراسة فريق بحثي في فيينا توقف واحد من كل 3 أشخاص عن تناول الدواء أو إجراء الفحوصات الطبية المتعلقة بمرض السكري من النوع الثاني. وأوضحت الدراسة أن معدل الوفيات بين المتوقفين عن العلاج أعلى مقارنة بمن يتلقى رعاية منتظمة. وقد تم تحليل بيانات أكثر من 268 ألف من بين 746 ألف مريض، وأشار الباحثون إلى عدم وجود علاقة سببية بين توقف العلاج والوفيات، في حين تشير الدراسة إلى احتمالية وتستدعي المزيد من البحوث السريرية. استمتع المستشار النمساوي نيهاما وسكرتيرة الدولة بلاكولم بحفلة راقصة بعيداً عن العمل السياسي والروتين اليومي، واحتفل بحماس بصحبة السكرتيرة حيث قام بأداء رقصات ممتعة مع دي جي ستوكاناتومي، وتفاعل الحضور بشدة
مع عرض نهامة وانضموا إليه في الرقص. وخلال السهرة تخطى نهامة الحواجز ورقص بشكل مثير مع بلاك هول ورصد وهو يضع يده على خصرها. ومن المتوقع أن يتسبب هذا الموقف في مشاكل له فيما بعد مع زوجته. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوكرات على هواتفكم. أمسية سعيدة، كنت معكم أنا ليلى مكتبي وإلى اللقاء.